بلا شك الافلام القصيره دورها كبير جدا في تطوير صناعه السينما السعوديه. يعني احنا عندنا سينما وعندنا مهرجانات. في السينما نحن دائما نشوف افلام اجنبيه ونادر نشوف افلام سعوديه، لكن في المهرجانات وهذا الميزه انها قاعد يعني تحتضن الافلام القصيره وصناع المواهب السعوديين، واللي سنه ان شاء الله خلال السنوات القادمه باذن الله يبداون بصناعه الافلام الطويله ويبدون باذن الله ينزلون في السوق. صناعه السينما في السعوديه يعني لا تعتمد فقط على دور العرض، بمعنى ان انا ما اتكلم فقط على افلام تعرض فقط في دور السينما، بل حتى الافلام الموجوده في المنصات الرقميه والافلام اللي تكون في منصات مثل نتفليكس وشاهد وغيرها من المنصات، يعني كل هذه مهمه ودورها مهم في تحسين وفي تطوير صناعه السينما وتطوير صوره المملكه، صوره المملكه طبعا في مجال السينمائي هذا. صوره المملكه طبعا اكيد حتتطور في مجال السينما وحتكون يعني اكثر اشعاعا، وهويه البصريه حتكون اكثر وضوحا من خلال تجارب الافلام القصيره، وهذا دور المهرجانات.